السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية التجارية والفندقية. معادنا النهاردة مع حلقة جديدة من مادة الحاسب الآلي. هنستكمل اللي بدأناه المرة اللي فاتت. خدنا المرة اللي فاتت مقدمة عن برنامج الفوتوشوب. إحنا قلنا السنة الدراسية بتاعتنا تنقسم إلى جزئين، الجزء الأول درسنا فيه برنامج الأكسس، والجزء الثاني إن شاء الله هنشرح فيه برنامج الفوتوشوب. طيب نفتكر مع بعض كده زي ما إحنا متعودين بنراجع الحلقة اللي فاتت. خدنا ايه الحلقه اللي فاتت؟ خدنا مع بعض برنامج الفوتوشوب وقلنا هو من انتاج شركه ادوبي ويستخدم في انتاج التصميمات الدعائيه وبرضه يستخدم في تصحيح الصور والاخطاء اللونيه وبرضه اقدر اركب كذا صوره اكتر من صوره مع بعض في تصميم واحد ويطلع معايا في صوره نهائيه صوره واحده وبرضه اقدر اصمم بيه اي منشورات دعائيه زي الاعلانات اللي بنشوفها على الطرق وبرضه اقدر اصمم بيه اغلفه الكتب والمجلات واقدر اصمم بيه الهوايه الكامله للشركات زي ايه زي اللوجوهات والشعارات والعلامات التجاريه وخدنا برضه ان انا اقدر عن طريقه اعمل اقدر اعمل بيه الهوايه الكامله زي ما قلنا واقدر اعمل بيه اغلفه السي دي وبرضه اقدر اعمل بيه التصميمات اللي بتطبع على التيشيرتات والمجات بالاخر اقدر اعمل بيه اي تصميم يخطر على بالنا. طيب وبعد ما خدنا المقدمه بتاع الفوتوشوب خدنا الاول قلنا الانظمه اللونيه اللي بتتعامل مع البرنامج. ايه هي الانظمه اللونيه اللي بتتعامل مع البرنامج؟ زي البرنامج النظام اللوني بيت ماب مود وهو عباره عن نقط او بكسلات سوداء تكون من اللون الابيض والاسود وبرده خدنا النظام اللوني اللي هو نظام اللاب مود وقلنا برضو خدنا النظام اللوني اللي هو الار جي بي وقلنا بيتكون من الدرجات الالوان اللي هي الريد الاحمر والجي اللي هي جرين الاخضر والبي بلو الازرق وقلنا بيتعامل مع الشاشات والفيديو وبعد كده خدنا النظام اللوني سي ام واي كي وده قلنا نظام مهم جدا عن طريقه اقدر اشتغل بيه قلنا ان هو النظام ده معد خصيصا لفرز الوان الطباعه وبعد ما خدنا الأنظمة اللونية دخلنا بعد كده خدنا التنسيقات الصور المختلفة وعلاقتها ببرنامج الفوتوشوب زي ايه؟ زي نظام التنسيق الأول اللي هو الامتداد جي بي جي وقلنا ده نظام تنسيق لحفظ الصور منتشر جدا طبعا وبيحفظ الصور بصيغة صغيرة والتنسيق اللي بعده خدنا التنسيق اللي هو جي اي اف ده بستخدمه في الصور المتحركة والتصميم برضو اللوجوهات والمخططات الصغيرة وبرضو خدنا التنسيق اللي هو PNG وقلنا تنسيق PNG ده معد خصيصا للصفحات الويب والتعامل مع الانترنت وقلنا ان ليه مميزات وعيوب من مميزاته ان هو طبعا بيدعم خاصية الشفافية واقدر عن طريقه اعمل اي لوجو واقدر اعمل اي شعار واقدر برضو زي ما قلنا ان ليه مميزات ليه عيوب ايه هي العيوب ان هو مساحته كبيره جدا ممكن تبقى اكبر من صيغه اللي هي جي بي جي طيب بعد كده خدنا التنسيق اللي هو بي دي اف وده قلنا بيستخدم في نشر الوثائق الالكترونيه زي لو انا عندي ملف وورد وملف اكسل باوربوينت اقدر احوله لصيغه بي دي اف اقدر اقراه من اي جهاز عندي موجود وخدنا برضو التنسيق اللي هو الاي بي اس ده نظام قلنا التنسيق ده بيدعم نظام الفيكتور وقلنا بنستخدمه زي برامج برضو تصميم جرافيكي زي برنامج الالستريتور برضو من انتاج شركة ادوبي وخدنا برضو التنسيق اللي هو بي اس دي ده التنسيق اللي هو زي ما بيقولوا مفتوح المصدر اقدر اعدل فيه نفترض انا ما خلصتش لسه التصميم بتاعي اقدر اقفله وارجع تاني لو انا حافظه بصيغه البي اس دي اللي هو صيغه الفوتوشوب اقدر اعدل عليه تاني وبعد كده احفظ بالصيغه النهائيه دي كانت المقدمه اللي خدناها المره اللي فاتت تعالوا نشوف مع بعض النهارده هناخد ايه الاستخدامات اللي احنا قلناها اقدر عن طريقه انشئ تصميمات ولوحات فنيه واقدر اصمم الشعارات او اللوجوهات واقدر اعمل العلامات التجاريه للشركات والاعلانات وبقدر برضو اصمم واجهات مواقع الانترنت واقدر اعمل اعداد للصور اللازمه عندي اقدر لو انا هعمل رسوم متحركه في برامج الفيديو وبرامج موجوده عندي في الالعاب برضو اقدر استخدم الفوتوشوب وبقدر اصمم بيه الاعلانات اللي بنشوفها كبيره على الطرق عن طريق البرنامج
وقلنا بصمم بيه البوسترات الدعائيه وتصميمات السوشيال ميديا اللي احنا بنشوفها على الفيسبوك والانستجرام وغيره. وبرضه بقدر اعمل تصحيح للصور لو انا عندي صوره مصورها الالوان بتاعتها مش مظبوطه او الاضاءه، بقدر اعدل فيها ببساطه جدا عن طريق البرنامج. واقدر لو عندي صور قديمه اقدر الونها، صوره ابيض واسود اقدر الونها برضه واصلح الاخطاء اللي فيها. وبرضه اقدر اعمل اي لمسه عايز اضيفها على الصوره اللي موجوده، واقدر اعدل اي نوع ملف صور موجود بصيغه احفظه بصيغه ثانيه، واقدر اجمع زي ما قلنا اكتر من صوره في الصوره واحده. دي كانت استخدام الفوتوشوب. تعالوا نراجع بسرعه كده مع بعض زي ما قلنا ادوات الفوتوشوب اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، تعالوا نراجع معاها بسرعه. اهو دي الشاشه الافتتاحيه زي ما قلنا للبرنامج. عشان اضيف صوره او تصميم بضغط دبل كليك في الجزء الفاضي ده، او بضغط فايل واوبن او كنترول واو من الكيبورد. كل دي طرق لفتح التصميم او الصوره اللي انا هضيفها على البرنامج، وهختار الصوره اللي انا عايزها او التصميم وليكن دي، واضغط عليها دبل كليك وهتضاف معايا. طيب الصوره دي اتضافت معايا، عندي المجموعه اللي على الشمال اهي، دي اسمها ادوات الفوتوشوب. اقدر اتحكم فيها، كل اداه ليها خصائص فوق اهي، ومجرد ما اضغط بيظهر لي الخصائص بتاع الاداه اللي انا واقف عليها فوق معايا. اقدر اتحكم في الشريط ده وانقله في المكان اللي يريحني، ومجرد ما اضغط على الشرط اللي فوق دي واسحب احركه في المكان اللي انا محتاجه يمين او شمال البرنامج. واقدر برضو زي ما قلنا اهو، تعالوا نشوف مع بعض واحده واحده. اول اداه فوق نركز مع بعض عشان الادوات دي مهمه، اللي هي اداه الموف تول، اللي هي اداه تحريك اقدر احرك بيها، واختصارها الفي مي كيبورد. اقدر نحفظ مع بعض واحنا شغالين كده الاختصارات. لو جيت احرك الصوره دي بيقول لي الصوره دي لوج مقفوله. طيب عشان اقدر اتحكم في الصوره هنيجي عند الطبقه اللاير اللي هنا، في رمز القفل اهو، هضغط عليه دبل كليك او اضغط على اللاير دبل كليك شمال ضغطتين، هقول له اوكي اتشال القفل. اقدر اتحكم في الصوره اهو، لو جيت اسحب احرك الصوره براحتي في المكان اللي انا عايزه، واقدر اعمل لها قص زي ما هنعرف مع بعض واحده واحده. الاداه اللي بعديها اللي هي اداه ريكتانجل اهي، اقدر برضو هي من ادوات التحديد، بمجرد ما اضغط كليك يمين بيظهر لي مجموعه ادوات تاني منها. اقدر احدد مثلا الجزء ده واعمل له اي تعديل، وليكن الاداه اللي هي الدائريه دي اهو، بمجرد ما اسحب بيعمل لي شكل بيضاوي مش منتظم قوي. طب لو عايز اعمل دايره منتظمه بضغط على شيفت من الكيبورد واسحب اهو، عمل لي الدايره منتظمه. طيب الاداه اللي بعديها اللي هي اداه التحديد برضو، اقدر اللي هي مسمينها اداه التحديد الحر، اقدر احدد جزء بالاخص انا عايز احدده اهو، وليكن الجزء ده اهو، هسحب كده وافضل ضاغط بالماوس شمال، حددت الجزء ده وليكن عايز اغير فيه اي حاجه عايز احذفه وهكذا. الاداه اللي بعديها اللي هي كويك سيليكشن تول، ودي عن طريقها اقدر احدد اسمها اداه التحديد السريع اهو، بمجرد ما اضغط واسحب كليك شمال بيحدد معايا بسرعه الشكل اللي انا عايز احدده. احيانا ما بيبقاش دقيق معايا، بس انا اقدر اعدل واشيل الجزء اللي انا عايزه واللي مش محتاجه في التحديد زي ما احنا شايفين مع بعض اهو، حددت الجزء اللي انا عايزه واقدر اشيل وانا ضاغط على الت اهو. الاداه اللي بعديها اللي هي اداه كروب تول، اداه اللي هي زي الاقتصاص كده او القص من الصوره، بقدر اتحكم في حجم الصوره وجزء انا مش عايزه اهو من الابعاد دي الموجوده، وبعد كده خلصت بدوس على الصح من فوق عشان يقبل معايا اللي عملته التعديلات. الاداه اللي بعديها اللي هي اللي عامله زي القطاره او الدروب، دي بتاخد اهو لو ضغطنا على اول واحده مثلا وخدنا ضغطنا على الجزء الاحمر ده اهو، ضغطت ضغطه اختار لي اللون اهو الاحمر، لو ضغطت هنا مثلا اختار لي اللون اللي هو القريب للاصفر البرتقاني اهو اللون معايا، يبقى بياخد اللون اللي انا عايزه لو مش عارف الدرجه اللي انا عايز اجيبها بالظبط بضغط على الاداه دي واختار. طيب الاداه اللي بعديها اللي هي الهيلينج براش تول، دي بتعالج الاخطاء، وليكن انا عايز اشيل الخط ده او حاجه غلط في الصوره بحددها كده اهو تتشال معايا على طول، واقدر اشيل منها برضو اي حبوب او اي حاجات في البشره ببساطه. طيب الاداه اللي بعديها اللي هي الفرشه اهو، اقدر اتحكم فيها براحتي زي ما انا عاوز.
ايه الاداة اللي بعديها اللي هي زي الختم كده اهو، او طبعا بضغط عليه وليكن عايز اخد جزء من جنب الجزء ده اهو، بضغط على الالت واضغط ضغطة خد سحب لي جزء منها، وهضيف هضغط بقى بكليك شمال واسحب اهو، خد لي نقل لي الجزء اللي جنب الحتة دي وضافها على حتة اختفت معايا زي ما احنا شايفين. ايه الاداة اللي بعديها اللي هي بتاع الهيستوري بتاع التاريخ، بيجيب لي لو انا عدلت في حاجة. الاداة اللي هي الممحاة اللي بعديها او الاستيكة، ليها خصائص فوق برضو اهي، اقدر اكبر حجمها واقدر اصغرها من هنا، او بضغط كليك يمين بيظهر لي برضو الخصائص بتاع الفرشة والحجم والحدة ونوع الاستيكة اهو، بمسح بيمسح لي الصورة وبيجيب لي النقط اللي تحت دي، يعني الصورة هتبقى شفافة معايا. طيب ايه الاداة اللي بعديها، الجريدينت تول، دي اداة التدرج اللوني اهو. وليكن اعمل تصميم فايل ونيو واقول له الباك جراوند اخليها وايت، ماشي ظهرت لي هنا اهو. اقدر اجيب بعد كده التدرج اللوني وليكن هسحب من فوق وتحت اهو ومن الشمال لليمين، جاب لي تدرج ما بين اللونين اللي مظهرين تحت اهو. لو عايز اغيرهم اقدر اتحكم فيهم واغير من الستايلات برضو من هنا. لو عايز اغير اللونين زي ما قلنا بضغط على اللون اللي انا عايزه، وليكن عايز لونين معينين بختار اللون الاول اهو وليكن لون الرمادي، واللون اللي بعده اللي تحته هختار وليكن اخليه ازرق زي ما هو، واسحب اهو جاب لي الدرجتين اللي انا مختارهم. ايه الاداه اللي بعديها اللي هي فيها البلور اهو، بيعمل لي زي بيغبش كده الصوره او بيعملها اللي هي اول واحده دي بلور تول، او بيعمل زي التخبيشه كده بسيطه في الجزء معين اهو. وليكن هاجي عند الحته دي وبضغط عليها اهو واسحب وافضل ضاغط واحرك بالماوس اهو، غبشها لي او عمل لي تمويه ليها. ايه الاداه اللي بعديها، شاربنج تول، ودي خاصه بحده جزء معين. لو عايز اظهر حته اكتر اهي مثلا، وليكن العين مش ظاهره معايا قوي، بضغط عليها كليك شمال وافضل ضاغط، وليكن الجزء الشعر ده مثلا بضغط عليه كده اهو، لو نلاحظ ان هو بقى اكتر حده. ايه الاداه اللي تحتيها اهي، بتعمل لي ايه بقى، بتعمل زي بتسيح الجزء مع بعضه اهو، بتدمجه مع بعض زي ما احنا شايفين، وبرجع كنترول وزد خطوه ورا. اللي بعديها الدوج تول اللي هي بتعمل بتفتح المناطق الداكنه اهو، وليكن في مناطق مش ظاهره او مظلمه معايا. اللي بعديها بيرن تول العكس بتاعها، بتغمق المناطق اللي هي الفاتحه قوي اهو. اللي بعديها السبوند اهو تول بتعمل ايه، بتسحب لي وليكن انا عندي الجزء ده في مصفر شويه، بضغط عليه اهو كليك شمال وافضل اضغط اضغط لغايه ما بقت قريبه للابيض والاسود، سحبت لي الالوان. طيب الاداه اللي بعديها البين تول، دي انا بسميها اداه المحترفين ليه بقى، لان هي يعني بقدر احدد بالظبط، لازم اركز لان انا بحدد فيها كل جزئيه بالتفاصيل معينه، كل ما اضغط ضغطه واسحب واسحب بتعمل لي نقط واقدر احدد بيها باداه البين تول. طيب اللي بعديها اللي هو التي، ده اداه التي اللي هي الكتابه، لو عايز اكتب على الصوره افقي او راسي وهضغط واسحب كده اهو بالماوس كليك شمال وافضل ساحب واسيب، بعد كده اكتب عادي عندي وليكن عربي او انجليزي. واقدر اتحكم برضو في حجم الخط، واقدر اتحكم في اهو اختار الحجم اللي انا عايزه والحده بتاعته بولد او عادي، واقدر اغير نوع الخط برضو من هنا اهو الخط اللي انا عايزه، دي خطوط نازله موجوده على البرنامج، وفي خطوط اقدر اجيبها من على النت عادي، وبقدر اعمل محاذاه زي ما احنا عارفين، وبعد ما اخلص اقدر اغير لون كمان الخط من هنا، وبعد كده هقول له صح عشان يقبل معايا التعديل. طيب اقدر احرك من اداه الموف تول واختصارها في من الكيبورد، واسحب اهو عمل لي النص على طبقه والخلفيه او الصوره اللي انا هضيفتها على طبقه تاني او لاير. طيب اللي بعده الاداه اللي هي دي ريكتانجل تول، دي برضو بيعمل لي او راوندد او الشكل الدائري براحتي، وليكن عايز اضيف دي تحتيها على شكل كده دائري شويه ضفته. طيب ليه اتضاف فوق النص، عشان الطبقه بقت فوق النص، ابدل مكانهم اهو، اسحب اخلي النص فوق والاداه اللي انا رسمتها تحت، او
طيب مش ظاهر برضو ليه؟ لان اللون بتاع النص هو نفس لون الريكتانج الراوندد اللي انا عملتها. هغير اللون بتاعه واخليه لون غامق شوية اهو، واقول له اوكي وتمام. صح، اللون ظهر معايا بقى لون فوق النص، فوق الشكل اللي انا رسمته. بعد كده الهاند اللي هي الايد اهو، اقدر اتحكم فيها واكبر واصغر واسحب اهو، كاني ماسك التصميم. لو انا مكبر التصميم خالص اقدر اتحكم فيه براحتي، عندي موجود. والعدسة بعمل زوم، اقدر اعمل زوم واقدر ارجع لورا زي ما انا عاوز. طيب اللي تحت دول معايا اللي هما اللونين اللي متضافين، اقدر اتحكم فيهم برضو براحتي زي ما انا عاوز. دي كانت ادوات الفوتوشوب. تعالوا نشوف مع بعض هناخد ايه تاني النهارده. احنا خدنا الجزء بتاع الادوات ده المره اللي فاتت، بس حبينا نراجع عليه تاني عشان هو مهم جدا، وتقريبا في اغلب الشرح اللي احنا هنحتاجه باذن الله. تعالوا نشوف مع بعض هناخد ايه تاني. اوامر شريط القوائم. قلنا اوامر شريط القوائم زي ايه؟ اهو نتعرف عليهم تاني بسرعه. من فايل اهو، قائمه فايل، اقدر اجيب اعمل ملف جديد من نيو او كنترول ان من الكيبورد اهو، واوبن لو هفتح تصميم او صوره، او كنترول او من الكيبورد برضو، اوبن از لو هفتح حاجه باسم، او اوبن ريسنت موجوده اخر حاجه مفتوحه معايا، اخر ملفات اشتغلت بيها. كلوز لو هيقفل يختارها، كنترول ودبليو من الكيبورد. كلوز اول هيقفل كل التصميمات او الصور المفتوحه. سيف هيحفظ لي لو انا حافظ قبل كده. سيف از هيحفظ لي ملف باسم تاني ومكان تاني على الجهاز. سيف فور ويب لو هيحفظ التصميم ده للاستخدام او نشر على الانترنت. امبورت استيراد اكسبورت تصدير، هصدر حاجه او استوردها. بول بليس قلنا لو عايز اضيف حاجه فوق التصميم. البرنت لو هطبع، وكنترول بي، وفايل انفو معلومات عن الملف، واكزيت خروج من البرنامج. طيب القايمه اللي بعديها الايديت، دي خاصه بالحاجات اللي هي الملف التعديل. اندو تراجع، كنترول وزد. خطوه للامام شيفت كنترول زد. خطوه للورا الت وكنترول وزد لو عايز ارجع خطوه. خطوتين بضغط مرتين وثلاثه وكذا. كات بيقص، كوبي بينسخ، بيست بينقل، فيل بيملالي او بيعمل تعبئه. ستروك دي بقدر اعمل بيها اطار للصوره او للتصميم. فري ترانسفورم اختصارها كنترول وتي من الكيبورد، دي بيعمل لي تحديث من التحديد الحر، اقدر الصوره واكبر واصغر فيها والفها براحتي. البريفرنسز اللي هي خاصه بالاعدادات، او عندي الجنرال لو عايز اعدل في الواجهه، عايز اعدل في الاداء بتاع الرامات وكذا وهكذا. طيب القائمه اللي بعديها الايمج، وفيها المود اللي هو زي ما قلنا الانظمه اللونيه جري سكيل والبيت ماب والديتون واندكس كلر والار جي بي زي ما قلنا اللي هو بيتعامل مع شاشات، والسي ام واي كي ده بعمله معدل الطباعه، والادجستمنتس اللي هي خاصه ب لو عايز اعمل اضيف بقى تصحيحات لونيه، افتح واعمل درجه التشبع اللوني، واقدر اعمل توازن للالوان واخلي الصوره ابيض واسود واقدر اعدل فيها براحتي. الايمج سايز اللي هي حجم الصوره، اقدر اعدل في التصميم او الصوره. اوتو تون ده التعديل، او اقدر اعدل في الاعدادات تلقائيا للصوره. والتباين والكالر اقدر اعملهم تلقائي من هنا خلاص. وبعد كده قلنا ان عندي الكروب، دي اداه الاختصاص اللي احنا خدناها من ادوات اللي بره. دبليكيت بيعمل تكرار للطبقه او لاير او التصميم. بعد كده اللاير عندي الطبقات، عندي نيو اقدر اعمل نيو لاير. دبليكيت لاير بيعمل تكرار لللاير. السلكت اقدر عن طريقه اعمل تحدد كل العناصر، كنترول وايه. دي سيلكت كنترول ودي من الكيبورد اختصارها اعاده الغاء التحديد لو انا محدد وعايز الغي التحديد، كنترول ودي او دي سيلكت. فلتر دي خاصه بالفلاتر او التاثيرات اللي هضيفها على التصميم، اقدر اعمل فلاتر وكان الصوره مثلا مرسومه او كانها منقطه او مقسومه لصور. كل دي هنجربها مع بعض ان شاء الله واحنا شغالين. واقدر اشيل النويز واقدر اضيف نويز، واقدر اعمل شاربن للصوره، اقدر اعدل فيها زي ما احنا شايفين واحده واحده هناخدهم مع بعض. اللي بعده الفيو، ده خاص بالزوم اهو، او كنترول وماينس وكنترول، كنترول زائد بيكبر، كنترول ناقص زي ما احنا عارفين بيصغر. والويندو هنا دي خاصه باللوحات، والورك سبيس اهي مناطق العمل لو انا عايز اشتغل مثلا خاص بالتصوير، فوتوغرافي، تايبوجرافي، بينتنج لو انا رسام هعمل هعمل لي لوحات مخصصه، لو عايز اعمل لوحات فعلا بقى باسمي اعملها من هنا. طيب دي خاصه باللوحات، لو عايز اظهر لوحه معينه مش موجوده عايز اظهرها بظهرها من هنا. اللي عليها صح ظاهرة، اللي مش عليها بضغط عليها عشان
تظهر معايا. دي خاصة بالهلب أو المساعدة. دي كانت الأوامر الشريط القوائم في برنامج الفوتوشوب. تعالوا نشوف بعد كده هناخد ايه النهاردة. ازاي بنشئ مستند جديد؟ من فايل وهقول له نيو او كنترول ان من الكيبورد. واقدر اغير الاسم هنا وبعد كده اقدر اعدل في الطول والعرض براحتي، وليكن اسميه تصميم واحد. والعرض وليكن 600 واخليه بالبكسل او بالسنتي او بالمئة على حسب ما انا محتاج. والطول او الارتفاع والدقة العرض ريزوليوشن اقدر اخليها زي ما انا عايز. والنظام اللوني زي ما قلنا color mode RGB color او CMYK او غيره. وهي البيت ماب زي ما قلناها. والجري سكيل دي خاصة بالالوان الرمادية، والRGB color اللي هي خاصة بالتصميمات الشاشات والاضاءة والفيديو، CMYK خاصة بالانظمة اللي هي معدة للطباعة. طيب background contents اللي هي الخلفية بتاع التصميم هتبقى لونها ابيض، ولا background color هتاخد لون الخلفية اللي انا عاملها في الالوان. ترانسبيرنت اللي هي الشفافيه، شفافه واقدر اتحكم فيها زي ما عايز، واقول له اوكي. انشا لي التصميم بالمواصفات اللي انا عملتها، واسم التصميم فوق اهو تصميم واحد. اقدر اضيف فيه اي شكل انا عاوزه. بعد كده ازاي بحفظ الملفات؟ من فايل وهقول له سيف او كنترول اس من الكيبورد لو انا ما حفظتش لسه، لو اول مره طبعا. برضو سيف از لو انا عايز احفظ في مكان تاني او باسم تاني وليكن ديسكتوب. وهقول له فايل نيم اسم الملف هسميه هنا، واختار الصيغه من الفورمات تحت واقول له سيف. اتحفظت معي. ازاي بيتم التعامل مع الاشكال شيبس؟ من فايل وبعد كده اقول له نيو، وبعد كده عملت الشكل زي ما احنا عارفين اهو. واقدر اختار الريكتانجل تول، اقدر ارسم شكل مستطيل اهو واسحب كليك شمال واسحب، رسم هولي بالمنظر اللي انا شايفه. وبعد كده اقدر اخلي شكل دائري مثلا واسحب مش منتظم. قلنا لو عايز اعمله منتظم بضغط على شيفت من الكيبورد واسحب اهو. عايز ارجع خطوه زي ما قلنا كنترول وزد، سحبت وانا ضاغط شيفت بكليك شمال عمل لي الشكل منتظم. اقدر اعمل شكل مخصص اهو، اشكال مخصصه موجوده فوق في شريط الخصائص بتاع كل اداه زي ما قلنا. واقدر اختار الاداه اللي انا عايزها وليكن الاداه دي، وهرسم واسحب اهو الأداة. وأغير لونها، أقدر أغير لون من هنا وأخليها اللون اللي أنا عايزه. وأختار أداة الموف تول التحريك وأقدر أحركها، بس أتأكد أنا واقف على الطبقة أو اللاير اللي هي. طب لو جيت هنا مش بتحرك ليه؟ لأن أنا واقف على اللاير اللي هي فيها الشكل اللون بينك ده. هقدر أغير لو أنا، طب الاتنين بيتحركوا مع بعض لأن كل واحدة المفروض الاتنين يتعاملوا على طبقة فهيتحركوا مع بعض. لو انا عامل كل واحده فلاير لوحديها او طبقه هتتحرك لوحديها. كليك يمين ودوس شيب 1 اهو اتحكم لي فيها زي ما انا عايز. تمام. بعد كده ازاي بيتم التعامل مع لوحه الفرش؟ مع بعض ركز. عندي أداة البرش أهو، هضغط عليها وأقدر أرسم أهو كأني ماسك فرشة بالظبط وأرسم. وأقدر أضغط كليك يمين وأكبر حجم الفرشة أهو، بضغط كليك يمين بيظهر لي الخصائص أهو والحدة بتاع الفرشة والسن بتاع الفرشة برضو. وأقدر أغير اللون زي ما احنا عارفين، وأقدر أغير الفرشة اللي أنا عايزها من هنا
واتحكم فيها من الخصائص اللي احنا عارفينها، ودي برضو خصائص تاني بتاعتها اهي موجودة بأكتر من طريقة، واقدر اغير في الاوبسيتي بتاعتها اللي هي اخليها يعني ما تظهرش بالكامل بنسبة 15%، اهو لو نركز بقت خفيفة جدا، لو زودت النسبة بتظهر معايا بالطريقة الكاملة زي ما احنا شايفين، اقدر اكبر واصغر حجم الفرشة. تعالوا نشوف مع بعض ازاي بكتب جوه البرنامج باكتر من طريقة، اقدر اشتغل عادي كأني بكتب بالطول او بالعرض، ونشوف ازاي هيتم الكلام ده معانا. تعالوا نشوف مع بعض. الأداة اللي احنا قلنا عليها، خلاص هعمل تصميم الأول من فايل ونيو، وهخليه وايت واقول له اوكي. واتأكد ان انا مختار الأداة اللي هي تي دي اللي هي رمز الكتابة، أداة الكتابة، هضغط واسحب بكليك شمال واسحب واسيب، حددت المساحة اللي هكتب فيها، اكتب بقى براحتي النص اللي انا عايز اكتبه، وليكن صف ثالث تجاري والفندقي. اقدر اتحكم، بحدد بضغط كذا ضغطة شمال مع بعض، او كنترول واي بيحدد النص كله، واكبر حجم الخط واوسع من نقط هنا، اقدر اكبر عشان تيجي على سطر لوحديها، سطر واحد. واقدر اعمل لها محزاه زي ما احنا عارفين، واغير لونها من هنا، بحددها الاول وبعد كده بختار اللون اللي انا عايزه. واقدر اغير نوع الخط من هنا برضو، اختار النوع اللي انا عايزه، وفي انواع زي ما قلنا خطوط تانية بتنزل اقدر انزلها من على النت، وليكن الخط ده، واصغر حجمه شوية، واقدر اعمل له التفاف او ادي له شكل شوية. تعالوا نشوف ستايل اهو، هضغط عليها واختار الشكل المايل ده اهو، واقدر اتحكم فيه من هنا بالشكل اللي انا عايزه، واقول له اوكي، وهضغط على صح عشان يطبق الكلام ده، وهجيب الموف تول اضغط عليها، او اجيب اضغط على الفي من الكيبورد واسحب اهو في المكان اللي انا عايزه، اهو انا واقف على الطبقة اللي فيها النص، هضغط عليها دبل كليك على الطبقة اللير، واقدر اغير الشكل اللي انا عايزه ده برضو اهو، واقول اوكي واضغط تمام. اقدر اضيف برضو نص، لو ضغطت كليك يمين على الاداة نفسها بيظهر لي مجموعة ادوات تانية، اقدر اخلي الاتجاه النص رأسي اهو كده، اقدر اكتب برضو الاتجاه اللي انا عايزه للنص، او اقدر الفه واعمله دوران بأي شكل زي ما انا عاوز، وهجيب اداة الموف تول، واتأكد انا واقف عند الصف اللي هي اللي انا عاملها اخر واحدة، كل واحدة نازلة على لير زي ما احنا شايفين، الصف التالت اهي هتحكم فيها فوق وتحت زي ما انا عايز، ودي اللير بتاعتها اهي، كل واحدة نازلة في لير لوحده. هندرس بعد كده حاجة مهمة جدا وهي الطبقات. زي ما قلنا نفتكر مع بعض ان احنا قلنا البرنامج الفوتوشوب ده بيتعامل مع حاجة اسمها اللايرز او الطبقات. ايه هي الطبقات دي؟ وليكن انا عامل تصميم، حطيت اول حاجة صورة، وبعد كده عايز احط لوجو فوق الصورة، وبعد كده كتبت نص، وبعد كده حطيت شكل، وبعد كده كتبت مثلا عنوان في الصورة، كل دي بتنزل على لاير لوحدها. طيب انا ايه فايدة ان انا بعمل كل حاجة بلاير لوحده؟ ببساطة اقدر اتحكم في كل حاجة لوحديها، وليكن انا عايز اعمل اضيف اللوجو، اللوجو ده هعمل له افكتس معينة او تأثيرات، عايز اديله لون معين، عايز اديله حدود، اقدر اتحكم مع كل حاجة لوحديها ببساطة، واقدر اعمل الخلفية اتحكم فيها براحتي، واقدر اضيف لاير تاني للالوان وهكذا. يبقى انا من الاخر بتحكم في كل حاجة عن طريق اللايرات. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الطبقات.
الطبقات تعرفها هي ترتيب زي ما قلنا التصميم والعمل على كل طبقة على حدة بدون تأثير على الأخرى. من حيث الحذف أقدر أحذف كل لير، يعني لو حذفت لير معينة ما يحذف ليش التصميم كله، لا هيحذف اللير اللي أنا واقف عليها بس. أقدر أضيف لير تاني أو طبقة جديدة وأقدر أعدل عليها وأقدر أسميها وأقدر أضيف أي تأثير ليها. طيب بتتكون الطبقة من إيه؟ بتتكون الطبقة معايا لو أنا هتبدأ تنشئ الطبقة إزاي هيتم إنشاء الطبقة؟ يا إما بضغط قلنا كرييت ونيو لاير زي ما احنا نعرف مع بعض دلوقتي عملي. تعالوا نشوف مع بعض الأوامر المستخدمة مع الطبقات. أهو دي الليرات، لوحة الليرات معايا أو الطبقات، ما فيهاش إلا التصميم ده. تمام، أقدر أضيف لاير جديدة من هنا، لو وقفت عليها هيقول لي كريت نيو لاير، اضاف لي طبقة جديدة اهو ما فيهاش حاجة لسه، اقدر اضيف عليها الحاجة اللي انا عايزها، اخفيها واظهرها هنا كده. الرمز العين اللي موجودة عندي دي بضغط عليها كليك شمال، يعني دي اللي هتظهر معايا في البرنامج. الأداة اللي على اليمين جنبيها خالص دي ديليت لاير، لو عايز احذف اللاير اهو اقول له يس حذفت معايا، او اسحبها وارميها على السله دي هتتحذف معايا. وضغطت برضو اهو عمل لي لاير جديده بكنترول وجي، عمل لي نسخه من اللاير دوبليكيت لاير، واقدر احذفها من ديليت واقول له يس حذفها لي. موجود معايا الاداه اللي بعديها اللي جنبيها وهي الكرييت نيو جروب، او هيعمل لي جروب لو انا عايز اعمل اكتر من لاير احطهم في زي مش هقول ملف بقى هقول جروب او اجمعهم مع بعض اهو، وليكن حددتهم. عملت الاول الجروب اهو عايز اضيفهم جوه الجروب، بحدد وليكن عايز اضيف لاير 1 و2 اهو حددتهم، بضغط كنترول واضغط كليك شمال عشان يتحددوا واسحبهم في جروب اهو، اضافوا بقوا في جروب لوحده. بنظم الشغل معايا عشان ما اتلخبطش في اي حاجه ويبقى شغلي منظم واقدر اعمل التصميم اللي انا عايزه براحتي. ايه دي خاصه بالماسكات زي ما احنا شايفين اهو، او دي خاصه بالاداه، دي خاصه لو انا عايز اضيف تصحيحات لونيه زي ما قلنا، عايز اعمل تدرج لوني، تدرج التشبع اللون، عايز افتح واغمق الاضاءه ودرجه التباين وهكذا. من الاداه دي اقدر اضيف حاجه وليكن اهو ضفت color balance، اقدر اتحكم في توازن اللون بتاع الصورة، اهي معمول عليها مشبك يبقى مرتبطة بالباك جراوند اهو، لو سحبت ناحية السيان او الريد بيغمق لي الصورة بيخليها محمرة شوية زي ما احنا شايفين، واقدر اجيبها ناحية السيان بالسالب اهو بقت مايلة شوية للدرجة دي، وهكذا اقدر اخليها ناحية اليلو او البلو الازرق والاصفر، واقدر اتحكم في الشادوز اللي هي الظل او الهايلايتس اللي هي الحاجات اللي هي الباينه في الصوره. تمام، اقدر اضيف فيكتور ماسك من هنا برضو من الاداه دي، وهنا اقدر اضيف تاثيرات معينه برضو وليكن بليندنج اوبشنز اهي، لو ضغطت عليها هيظهر لي التاثيرات الخاصه بالتصميم اللي انا فاتحه والمشبك زي ما احنا قلنا بتعمل الربط ما بين الطبقات. ال opacity زي ما قلنا درجة التعبئة للحاجة معينة، اقدر هشيل القفل من هنا، بضغط على اللاير دبل كليك شمال واقول له اوكي اتشالت معايا، واقدر اخلي نسبة ال opacity بتاعتها الشفافية تبقى زي ما انتم شايفين كده شفافة شوية مش ظاهرة بالكامل، على حسب النسبة اللي أنا عايزها براحتي. ودي بضغط على الكلمة نفسها كليك شمال واسحب ناحية الشمال أو اليمين زي ما أنا عايز. زي ما احنا شايفين أداة الموف تول برضو اهو، وهحرك التصميم زي ما انا عايزه وهيتحرك معايا لان انا فاكك القفل اللي محطوط معايا. برضو من القايمة بتاع اللاير اهي طبقات، اقدر اتحكم من هنا برضو نيو لاير عايز اعمل طبقة جديدة او شيفت كنترول ان،
وعايز اعمل برضو جروب او مجموعه، واعمل لاير نسخ لاير او كنترول وجي اختصارها، وبرضو عايز اقصها او ديليت احذفها او دوبليكيت اعمل لها تكرار، ورينيم لاير اعمل لها اعاده تسميه للطبقه، واللاير ستايل الانماط اللي موجوده معايا في اللاير اهي والستايلات، ونيو فيل هيعمل لي تعبئه زي ما انا عايز، نيو ادجستمنت لاير عايز اعمل لاير فيها الدرجات اللونيه او التباين او التفتيح او الاضاءه او التشبع اللوني او اي حاجه اقدر اختارها من اللي موجود معايا، او بلاك اند وايت زي ما احنا شايفين. بعد كده عندي الجروب لايرز زي ما قلنا، اختصارها كنترول وجي من الكيبورد بيعمل جروب او مجموعه للليرات. ان جروب افك الجروب اللي انا عامله، والهايد هيخفي، الرينج هيرتب لي الطبقات، وزي ما احنا عارفين اقدر اعمل ميرج لاير طبقتين مع بعض كنترول واي لو انا محددهم، اقدر ميرج فيزيبل اللي هي شيفت وكنترول واي بيدمج لي كل الطبقات مع بعض، بعد ما اخلص خالص بضغط كنترول شيفت واي بيدمجهم لي مع بعض في طبقه واحده بعد ما اخلص التصميم. دي كانت الطبقات. تعالوا نشوف مع بعض ازاي بقدر امسح جزء من الصوره، واقدر زي ما احنا خدنا الادوات ازاي اتحكم بقى بالادوات دي واستخدمها واوظفها في التصميم اللي انا عايز اشتغل عليه. تعالوا نشوف مع بعض على الجهاز ازاي بيتم مسح جزء من الطبقه. هضيف صوره او تصميم مثلا فايل واوبن، واختار الصوره اللي انا عايزها وليكن دي اهو. اتاكد ان انا جايب الاداه الاستيكة او الممحاة اهو، اختصارها اي من الكيبورد، اول اداه اهي ضغطت عليها وبمسح، بيمسح لي باللون الابيض. ليه طب بيمسح لي بالابيض؟ لان انا جايب اللون اللي تحت اهو زي ما انتم شايفين ابيض. طيب لو ضغطت كليك يمين بيجيب لي حجم الاستيكة، بقدر اصغرها واكبرها. طيب انا عايز امسح واخليها شفافه برضو، هقول لكم ازاي زي ما احنا شايفين مع بعض واحده واحده اهو، بتحكم في حجم الفرشه زي ما عايز. طيب انا عايز اشيل بقى اللي ورا ده، هشيل القفل الاول، اضغط عليه ضغطتين شمال مع بعض بالماوس واقول له اوكي اهو، بيمسح بقى. بصوا النقط المربعات الابيض في الرصاصي دي يعني الصوره شفافه اللي وراها، يعني مفيش حاجه ورا التصميم اللي انا بمسحه، بيمسح خالص. طيب الاداه اللي بعديها اهي بتمسح برضو زي ما انتم شايفين، بس بتمسح لي التصميم من الخلفيه زي ما انتم شايفين بطريقه معينه. لو جيت هنا بتقرا ان هنا الصوره فيها جزئين اهو، ما بتمسحش الحدود بتاع الهرم اللي عندي في الصوره اهو. اقدر اعمل بيها عزل للصوره او للاشكال معينه. لو ضغطت كليك يمين واخترت اداه الماجيك اللي هي السحريه اللي تحت خالص دي، بقى بتعمل ايه الاداه؟ تعالوا نجربها مع بعض اهو. لو ضغطت ضغطه هنا بيقرا لي الدرجات اللونيه اللي شبه بعض وبيمسحها لي مع بعض اهو. طيب اقدر اغير التوليرانس اهو، لو بيمسح او اقدر اصغرها او اكبرها اخليها 60 اهو، واضغط بيمسح معايا الدرجات اللونيه اللي شبه بعض. طب مسح لي الجزء ده ليه؟ عشان قريب من اللون ده. طب هقلل التوليرانس بتاعه، هخليه مثلا 45، وهمسح تاني اه مسح لي برضو، هخليها وليكن 40، وهمسح اهو مع بعض واحده واحده، مسح لي الجزء ده برضو، نخليه 30 ونمسح بالراحة مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. طيب الجزء ده هنمسحه بطريقة زي ما احنا شايفين دلوقتي، مسحت اهو. طيب باقي الادوات دي هجيب اداة الاستيكة اللي فوق الاولانية او الممحاة اهو، وامسح بقى الزيادات عندي. طبعا الطريقة دي للمبتدئين، في طرق تانية اسرع، بس احنا بناخدهم واحدة واحدة مع بعض عشان ما نلخبطش نفسنا ونتعلم من البداية كل حاجة مع بعض اهو. انا مسحت وفضيت الجزء ده، في طرق كتيره جدا بالبين تول وغيره، بس طبعا دي لما نتقدم شويه في المنهج باذن الله اقدر اشتغل على الاداه اللي هي البين تول واحدد بيها واشيل. طيب جبت الموف تول اهو او الفي دي من الكيبورد، واقدر اتحكم في الاداه كاني عزلت الجزء عن الخلفيه. بعد كده هناخد ازاي بيتم استخدام الانماط
على الطبقات. يعني ايه؟ يعني قلنا ان انا بعمل كل طبقه لوحديها. ليه؟ لان انا بعمل لها تاثيرات معينه، وليكن ضفت نص عايز اعمل له اضاءه، عايز اعمل له شادو او ظل، عايز اعمل له تاثيرات معينه بعيد ما عن الصوره او بقيه الطبقات من غير ما ياثر لي على الطبقات اللي موجوده. بعمل كل طبقه لوحديها واعمل لها الانماط اللي انا عايزها. تعالوا نشوف مع بعض بعمل الكلام ده ازاي على الجهاز اهو. وليكن انا عملت الصورة اللي انا عملتها من الجزء اللي فات، وهقول له فايل واوبن، وهفتح صورة تاني وليكن الصورة دي، وهجيب الصورة اللي انا فصلتها اهو، فصلت الخلفية عنها، وهسحبها بأداة الموف تول، هضغط كليك شمال وافضل ضاغط ما سيبش ايدي، واجي عند الصورة التانية واقف عليها كده لغاية ما تفتح، وافضل ضاغط ما سيبش ايدي، واسيب على التصميم اضافت للتصميم الاولاني. طيب هتحكم فيها ازاي بقى؟ زي ما قلنا كنترول وتي من الكيبورد، اداه التحديد الحر، واقدر اصغر لو عايز اصغر بابعاد متوازنه، بضغط على شيفت واسحب عشان يصغر لي بابعاد متوازنه عندي. وليكن صغرتها وهخليها موجوده هنا معايا اهو، مثلا فوق شويه، وهقول له صح عشان يقبل معايا. تمام كده. طيب ضافها لي في لاير لوحديها، الصوره الاصليه تحت في الباك جراوند خلفيه بتاع الصوره، واللاير اهو. اضغط عليها دبل كليك ضغطتين ورا بعض شمال على اللاير اللي فيها الصوره الصغيره، واقدر اعمل لها انماط او ستايلات زي ما انا عايز اهو. اجرب الانماط اللي انا عايزها لغايه ما الاقي الشكل تمام معايا. بضغط عليها كده صح، يعني النمط ده او الستايل ده متطبق، هشيل الصح او الشيك من قدامه هيتشال النمط، وليكن انا عايزه بالمنظر ده، وهضغط اوكي معايا، عمل لي اللاير واخده افكتس اهي او تاثيرات معينه. اقدر العين اللي قدامها دي يعني متطبق عليها تاثير، لو ضغطت وشلت العين او الرؤيه كده ما بقتش متطبقه. هضغط عليها ضغطه تاني شمال هتضاف تاني معايا. الاف اكس برضو اقدر اجيب منها اهي برضو انماط او ستايلات معايا تاني من موجود معايا هنا، او بليندنج اوبشنز برضو لللاير. اقدر برضو اضغط على التي وهكتب هنا مثلا نص وليكن، وهسحب كده وليكن هكتب مثلا اهو اهرامات الجيزة، وهحددها كنترول ايه من الكيبورد او اضغط عليها كذا ضغطة شمال، وهجيب حجم الخط اللي انا عايزه، وهجيب نوع الخط وليكن النوع ده، واقدر اغير في الاعدادات بتاعته، هجيب أداة الموف تول أول أداة عندي اهي، وأحركها وأخليها وليكن تحت الصورة. أقدر أعمل لوجو براحتي جدا بنفس الطريقة وأتحكم فيها زي ما أنا عايز كده. نزل لي كل حاجة عملتها على لاير لوحديها أو طبقة أهو، شايفين النص اللي أنا كتبته نزل في لاير أو طبقة، والصورة المصغرة اللي أنا حضفتها نزلت في لاير، والخلفية بتاع الصورة الأساسية متضافة في تحت في اللاير الباك جراوند. هضغط عليها دبل كليك على الكلمة الطبقة اللي فيها أهرامات الجيزة النص، وأقدر أغير في الستايلات بتاعتها زي ما أنا عايز. أهو بتتطبق معايا وتتضاف، وأقدر أغير في الأوبستي بتاعتها زي ما أنا عايز، درجة الرؤية والوضوح، واقول له اوكي طبقت معايا. كده التصميم معايا زي ما انتم شايفين بالمنظر اللي انا عملته اهو. عملت تصميم بسيط جدا متطبق متكون من عده ليرات، كل لاير ليها افكتس او انماط معينه متطبقه تحتيها، اقدر ادمجهم، بحدد الطبقتين واضغط كنترول واي بيدمج لي الطبقتين، او كنترول وشيفت واي بيدمج لي كل الطبقات لما بخلص خالص في النهاية.
اقدر اعمل اعادة تسمية لللاير نفسها، بضغط عليها ضغطتين عن الاسم واسميه اللاير زي ما انا عايز. تمام. بعد كده هناخد الفلاتر. ايه هي الفلاتر دي؟ الفلاتر ببساطه زي التصميمات كده، وليكن انا عملت صوره عايز احول الصوره اللي انا عاملها دي، او مصور صوره عايز احولها لصوره كانها مرسومه بسكتش او بصوره مرسومه عاديه، او اعمل لها اي تاثير، وليكن اعمل لها مثلا اديها فلير او لون معين، او اضيف لها اي تاثير زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. في تاثيرات كتيره جدا موجوده على الجهاز، وفي نازله مع البرنامج، وفي تاثيرات برضو او فلاتر اقدر اضيفها من على الانترنت. تعالوا نشوف مع بعض واحده واحده ازاي هناخد الفلاتر. الفلاتر تعرفها هي اضافات افتراضيه موجوده داخل الفوتوشوب، تضيف تاثيرات جماليه على التصميم، وبتعطي مظهر مختلف، وزي ما قلنا يمكن اضافه فلاتر من الانترنت. مميزات الفلاتر: تستخدم مع الرسم والتصوير والتلوين، وتستخدم في تنعيم الصوره زي ما احنا هنعرف مع بعض في العملي. ازاي بستخدم؟ برضو اضيف لون او نسيج، اخلي الصوره كانها معموله بنسيج كده واعمل لها تظليل. وازاي بستخدم الصوره في تعديل الالوان؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي بضيف فلتر للصوره. من قائمه فلتر، وهختار فلتر جاليري اهي، كل دي موجوده فلاتر معايا. هختار الفلتر جاليري معايا، واقدر احول الصوره زي ما انا شايف اهو. لو اخترت الووتر كلر، واقدر اغير البرش ديتيل، تفاصيل الفرشه، واقدر اغير في الشادو اللي هو الاجزاء المظلمه في الصوره او اللي ليها ظل، واقدر اغير اخليها مثلا ده كانها مرسومه بلاستيك كده. اقدر اعمل فلاتر كتيره جدا جوه الفوتوشوب موجودة على البرنامج افتراضية، واقدر زي ما قلنا احمل برامج موجودة او احمل فلاتر كبيرة جدا من على الانترنت. زي ما احنا شايفين اهو، اقدر اتحكم في الفلاتر زي ما انا عاوز براحتي جدا. واقدر اختار من فلتر برضو وليكن البلور اهو، اعمل له زي تهبيش كده، او اختار مثلا من بلور، هختار موشن بلور، عمل لي الصوره كانها مغبشه شويه كده. اقدر استخدمها في ايه دي؟ اقدر استخدمها مثلا لو انا عايز ابين سرعه مثلا اتنين بيتسابقوا، او عربيات، او حاجه بتمشي بسرعه كبيره. اقدر اديها الافكت ده، احدد الطبقه او الحاجه اللي انا عايز اعمل لها الافكت زي ما انتم شايفين كده، كأن الصوره مهزوزه او ماشيه بسرعه، او حد بيجري ومصور الصوره اهو. واقدر اتحكم في المدى بتاعها، بعد كده اضغط اوكي لو عايز اطبقه. ومن فلتر برضو اقدر اختار نويز، لو عايز اضيف ضوضاء في الصوره او اهو، هضغط على نويز او اد نويز، واختار النسبه اهو. زي ما انتم شايفين الصوره بقت مغبشه شويه او منقطه شويه كده. عايز اشيل النويز برضو من نفس من فلتر ونويز، وهقول له ديوز نويز، هقلل النويز. لو الصوره اصلا معموله وفيها نويز كتيره، اقدر اتحكم في الحده بتاعتها اهو من هنا، واقدر ازود واعدل في الاعدادات بتاعتها زي ما انا عايز. يا ريت نجرب الفلاتر دي مع بعض واحده واحده، هنلاقي بإذن الله حاجات كتيرة جدا هقدر احتاجها، واقدر اصمم بيها اي تصميم هحتاجه وانا شغال. زي ما قلت لكم يا ريت نحب البرنامج مش كمادة دراسية، لا، اقدر اشتغل بيه في اي مجال. في الجرافيك ديزاين اقدر اصمم بيه تصميمات، واقدر اعمل بيه لوجوهات، واقدر اصمم بيه اي تصميم زي ما قلنا لوجو او علامات تجارية، او اقدر اعمل بيه اغلفة كتب، واقدر اعمل بيه تصميمات سوشيال ميديا، واقدر اعمل بيه مجال شغل كبير جدا باذن الله. للاسف حلقتنا خلصت، اتمنى نكون قدرنا نشرح جزء كبير النهارده. باذن الله هنستكمل في حلقات القادمه. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.